مرحبا، هاي الورقة طبعا مو لوحة من نهر كنسك. يا كنسك، وهاي القوارب اللي كانوا يستعملوها بهذا النهر حتى ينقلون البضائع حتى سنة 1896. آخر شيء انتهت فقرة القوارب هاي وبلشوا قطارات. المباني مالتها والشوارع، هاي الكوبلستون. مرحبا بكم في غاغنباخ. قبل كانوا يستعملون هاي، يعني يجيبون البيرة والنبيذ يعني التخزين يخزنوها هنا، بس هسه حاليا ممنوع واحد يغيرها. اذا واحد مثلا اشترى هذا البيت اوكي، راد يوخر هذا القبو مثلا، يخليه يعني يخلي بداله شيء ثاني او ممكن يلغيه تماما، ما مسموح له. حتى لو كان ملكك هذا البيت، هذا يعتبر كتراث، يعني ممنوع منعا باتا تلغيه، ولازم يبقى هنا يعني هيك كتراث كتاريخ. بعد كده ادور على جوجل مابس، حبيت اروح على مكان يعني هيك مكان ما رايح على جوجل مابس، فشفت هاي القريه قلت اوكي انا ما رايح لها. والله شيكتها، شفت الصور مالتها رهيبه تخبل، قلت اوكي اليوم لازم اروح لها. هسه جيت وما اعرف اي شيء عن تاريخ المنطقه، حياتي ما شايف مثل هاي القريه. ايش ترسل؟ ما يجاوب. شوف هذا الفرن. Das war ein Backofen, den konnte jeder benutzen, jeder Bürger in der Stadt. Echt? Genau. Und da gab es insgesamt 5 Stück von in der Stadt. Okay. Das heißt, kein Bäcker benutzt, sondern einfach ganz normale Menschen. هذا المخبز اللي شفناه هسه، وهاي كافيه رهيبه، فد يا اخي فد شيء خرافي. هنا تقعد تشرب قهوه، نبيذ، كل شيء. هنا الجماعه كل شيء يشربون. هذا كله جوا هاي البوابه. شوف الجمال، هذه كلها تعتبر، هذه الجبال اللي هنا هي مو جبال، هي تلال، يعني تعتبر كلها من ضمن الغابة السوداء. هذه الفوق، وهذه المساحات اللي ما بيها أشجار، هذه كلها مزارع مال العنب، يعني على مد البصر من أول ما تبلش الغابة السوداء من بدايتها لحد ما توصل قريب على حدود سويسرا، هذه كلها عبارة عن مزارع مال العنب. هذه الأول تاون من مدينة غاغنباخ، وهذه الكنيسة مالتها، وهذا النهر اللي كنا بيه قبل شوي وقلت لكم إنه كانوا يستعملوه لغرض التنقل والتجارة وهاي الأمور، لحد ما أجت القطارات واستغنوا عن هاي السفن الترديشنال. هذه كلها مزارع العنب اللي قلت لكم بيها قبل شوية. هذه هسه حاليا يعني هذا الخضار كله، وبالشهر الثامن الخضار هذا يتضاعف. شكرا جزيلا على المشاهدة، وصلنا لنهاية الفيديو. تحياتي من غاغنباخ، قرية هاي كلها عبارة عن قرية صغيرة، اتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو القادم. راح احاول اصور فيديوهات اكثر من القرى، يعني المدن كلش بيها هواي فيديوهات، بس ما حد يعرف عن هذه القرى، فدا احاول اشوف لكم اياها بالفيديوهات. شكرا جزيلا على المشاهده، اشوفكم بالفيديو القادم. سلام. اوه.
مرحبا بكم في كاساس جينباخ من جينزباخ جينباخ